السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناه من اخر وخلاص. معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الاسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجوله السادسه من الدوري الاسباني اليوم الخميس 23/9/2021. هنتعرف على نتائج مباريات اليوم ثم نتائج مباريات الجوله كامله وترتيب الفرق وترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، اليوم غرناطة خسرت امام ريال سوسيداد 2-3. احرز هدفي غرناطة جيرمان سانشيز في الدقيقه 9 ولويس ميلا من ضربه جزاء في الدقيقه 70. اهداف ريال سوسيداد هدفين سجلهم اللاعب أرتيز في الدقيقة 52 والدقيقة 82 وهدف ميرينو في الدقيقة 60. أوساسونا خسر أمام ريال بيتيس 1-3 وقادش تعادلت سلبيا أمام برشلونة 0-0. متابعينا الكرام، مباريات الجولة بدأت الجولة يوم الثلاثاء 21/9/2021. خيتافي خسر أمام اتليتيكو مدريد 1-2. اتليتيك بلباو خسر أمام رايو فايكانو 1-2. ليفانتي خسر أمام سيلتا فيجو 0-2. على 4/22/9 اسبانيول فاز على ديبورتيفو الافيس 1-0، اشبيلية فاز على فالنسيا 3-1، ريال مدريد فاز على مايوركا فوز كبير جدا 6-1، وفيا ريال فاز على إليتشي 4-1. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الاسباني ثم نتعرف على ترتيب الهدافين بعد تعادل برشلونة امام قادش وانتهاء الجولة السادسة. متابعينا الكرام، ريال مدريد متصدر الدوري حاليا في المركز الاول برصيد 16 نقطة، اتلتيكو مدريد في المركز الثاني ب 14 نقطة، ريال سوسيداد المركز الثالث ب 13 نقطة، اشبيلية المركز الرابع ب 11 نقطة، فالنسيا في المركز الخامس فالنسيا ب 10 نقاط، رايو فايكانو المركز السادس ب 10 نقاط، برشلونة المركز السابع ب 9 نقاط ولسه لا مباراة مؤجلة، وكذلك اشبيلية لا مباراة، هم هيلعبوا مع بعض اصلا. ريال بيتيس المركز الثامن ب 9 نقاط، اتلتيك بلباو المركز التاسع ب 9 نقاط، أوساسونا المركز العاشر ب 8 نقاط، مايوركا المركز ال11 ب 8 نقاط، فيا ريال المركز الثاني 10 ب 7 نقاط، اسبانيول المركز الثالث 10 ب 6 نقاط، قادش المركز الرابع 10 ب 6 نقاط، إليتشي المركز الخامس 10 ب 6 نقاط، ليفانتي المركز السادس 10 ب 4 نقاط، سيلتا فيجو المركز السابع 10 ب 4 نقاط، غرناطة المركز الثامن 10 ب3 نقاط، ختافي في المركز التاسع 10 بدون نقاط، وديبورتيفو الافيس المركز ال20 والاخير بدون نقاط ايضا. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، كريم بنزيما متصدر الهدافين، ابو ابراهيم لاعب ريال مدريد ب8 اهداف، المركز الثاني فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ب5 اهداف، المركز الثالث ميكي اورزبال لاعب ريال سوسيداد ب4 اهداف، وفي المركز الرابع انخيل كوريا لاعب اتلتيكو مدريد ب3 اهداف، وكارلوس سولير لاعب فالنسيا، وإيريك لاميلا لاعب اشبيليه، ولاعب خوان مي لاعب ريال بيتيس، ولويس سواريز لاعب اتلتيكو مدريد، وماركو اسينسيو لاعب ريال مدريد، المركز الخامس اليكس لاعب قادش بهدفين، وارنولد لاعب في ريال، وموراليس لاعب ليفانتي، والفونسو لاعب قادش، ولوكاس لاعب إليتشي، ومارتن برسوايت لاعب برشلونه، ومفيس ديباي لاعب برشلونه، ومانو لاعب فياريال، ورجل مارتي لاعب ليفانتي، وسانتي مينا لاعب سيلتا فيجو، وسيرجي جنابري سيرجي روبورتو عذرا لاعب برشلونه، وويليان لاعب ريال بيتيس، والنجم المغربي يوسف النصير لاعب اشبيليه، والفارو لاعب راي فايكانو، وهوجو لاعب فالنسيا، واوسكار لاعب راي فايكانو. خلينا نشوف ترتيب صناع الاهداف. متابعينا الكرام، متصدر صناعة الأهداف النجم أبو إبراهيم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد صنع 7 أهداف. المركز الثاني مونيوين لاعب أتلتيك بيلباو صنع 3 أهداف، وسانتوس لاعب فياريال، وكارلوس سولير لاعب فالنسيا، ده في المركز الثالث بقى صنع هدفين، وكذلك ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد، وفرينك ديونج لاعب برشلونة، وجونزالو لاعب ليفانتي، كل دول صنعوا هدفين، وروبن لاعب غرناطة، وروبرتو لاعب أوساسونا، وسانتي مينا لاعب سيلتا فيجو، وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. اشترك في القناه وفعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.